الحلقة الثامنة من تفسير سورة الكهف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ في الجزء الثالث اللي هو 40 آية. سورة الكهف مقسمينها 30 آية و30 آية و40 آية و10 آيات. احنا دلوقتي في الجزء ال 40 آية. الجزء ال 40 آية ده بيتكلم عن ايه؟ ما جوائز من ضحى ليتعلم وينشر العلم. ايه جوائز من ضحى بوقته وجهده ليتعلم وينشر العلم؟ طيب اول حاجه نبدا ليتعلم. جوائز اللي بيتعلم بصدق ايه؟ القران بدل ما يقول لنا على الجوائز جاب لنا قصه وذكر لنا فيها الجوائز، وده ابلغ حاجه في التعليم، ان انا لا اخبرك مباشره ولكن اذكر لك قصصا فتستفيد ما اريد. طيب سيدنا موسى خرج ليتعلم، فكافأه الله بأربعة جوائز. كل من خرج ليتعلم فيصدق العلم له أربع جوائز. أول جائزة يحمل الله عنه النصب والتعب، ربنا ما يخلوش يتعب. تاني جائزة يرزقه التواضع للشيخ. تالت جائزة يرزقه محبة الشيخ والتجاوز عنه. رابع جائزة يرزقه علم الشيخ كله، كل ما يريد من علم الشيخ. دول أربع جوائز من صدق الله في العلم لابد أن يأخذه. طيب إيه الدليل أن سيدنا موسى صدق في العلم؟ قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، يعني لا أترك، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يوشع بن نون بيشتكي لسيدنا موسى أن إحنا رايحين مكان، المكان ده إحنا مش عارفينه غير مكان محتمل، فمجمع البحرين ده ممكن يكون عند مضيق باب المندب بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، وممكن يكون مضيق هرمز بين الخليج العربي والمحيط الهندي، وممكن يكون جبل طارق بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، وممكن يكون عند دمياط بين البحر المتوسط وبين نهر النيل. ده مجمع البحرين. سيدنا موسى طالع من سيناء عيلف في الأربع أماكن دول يدور على الخضر، فيوشع بن نون استبعد المسافة، قال له هنفضل نلف الأماكن دي؟ فقال له سيدنا موسى لا أبرحه، هفضل ماشي حتى أبلغ مجمع البحرين، لازم أروح وأتعلم، أنا صدقت العزيمة في التعلم، أو أمضي حقبة حتى لو ده كلفني إن أنا أمشي العمر كله. طيب إيه الجوائز بقى اللي خدها سيدنا موسى لما صدق الله في طلب العلم؟ أول حاجة رزقه الله رفع التعب، ما بيتعبش خالص. أمال إمتى تعب؟ لم يشعر بالنصب والتعب إلا عندما تعدى الطريق وصار في طريق غير ليس فيه علم. طب إيه الدليل؟ قال تعالى فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرابا. أما بلغ مجمع البحرين السمكة اللي كانت معاهم نزلت وتسربت، عملت سرداب في الارض كده لحد ما نزلت الميه. هم كانوا ماشيين على الشارع في البحر، ودي العلامه اللي ربنا كان قالها لسيدنا موسى لما تحصل يعرف انه وصل لمجمع البحرين. فلما جاوز قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا. شوف لم يشعر سيدنا موسى بالتعب الا عندما ذهب في الطريق الذي ليس فيه علم. فطالب العلم طول ما ماشي صح، طول ما ربنا بيحمل عنه التعب وبيشيل عنه النصب ولا يشعر بالنصب إلا إذا أخطأ الطريق. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ، هو ده طلبنا، فارتد على آثارهما. ارتد هما الاثنين، ارتد يعني رجع، على آثارهما يعني على آثار أقدامهما، فارتد على آثارهما قصصا، بيقتصوا أثرهم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. آتيناه رحمة يعني آتيناه علم. طب هل العلم ده علم نبوة ولا علم ربنا بيعلمه للناس؟ لا نعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري أذي القرنين نبي أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف في ذي القرنين وتوقف، فاحنا برضو بنتوقف في الخضر، ليس عندنا دليل قاطع على انه نبي. طيب
الجائزة الثانية رزقه الله التواضع للشيخ. لو صدق الإنسان العلم تواضع للشيخ حتى لو كان هو أفضل من شيخه، فسيدنا موسى أفضل من الخضر. طب إيه الدليل إن ربنا رزق سيدنا موسى التواضع للشيخ ببركة صدقه؟ إيه الدليل؟ قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مما علمت، شوف تواضع، هل أتبعك؟ أنا بأتابع لك. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. طيب الجائزة الثالثة، الشيخ يرزق حب الشيخ وتجاوز الشيخ عنه. سيدنا موسى قبل الشرط ان هو لا يسأل الخضر، ولكنه خالف الشرط ده 3 مرات. اول مرة امتى؟ قال: فلما فانطلق حتى اذا ركب في السفينة خرقها. قال: اخرقتها لتغرق اهلها، لقد جئت شيئا امرا. قال: الم اقل لك انك لم تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. عداله أول واحدة دي. التانية بقى: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. شوف زود كلمة إيه، ألم أقل لك، زود كلمة لك لمزيد من العتاب. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. ثالث واحدة: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، طلبوا من أهلها الأكل أنهم عابري سبيل، فأبوا، ناس بخلة ورفضوا يطعموا، فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستع عليه صبرا. الجائزة الأخيرة بقى أن الشيخ بيديله كل العلم اللي هو محتاجه، فالشيخ بعد ما تجاوز عنه ده اللي هو عاوزه، فصل له كل سؤال لم يعرفه. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فأردت أن أعيبها، مع إن ده بأمر الله، بس هذا نقص، هذا عيب، والعيب لا ينسب إلى الله، فدايما العيب ينسب للإنسان. فقال له: أنا كسرت الخشبة اللي فيها عشان يبقى فيها عيب، فالملك اللي بياخد سرق السفن ما يسرقش سفينته. طيب: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن فأردنا أن يبدلهما ربهما زكاة خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. والغلام ده لو ترك لجعل أبواه كافرين، فربنا قدر أن هم يتألموا ألما قليلا لينجوا من معصية كبيرة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. شال التيه عشان خلاص الحاجة ما تتعرف بتبقى سهلة، حاجة سهلة بنشيل منها التيه تبقى تستع. يبقى نستفيد إن الشر لا ينسب إلى الله، فأراد ربك أن يبلغ، الحاجة الكويسة ينسبها لربنا، والحاجة الوحشة ينسبها النفس، والحاجة المشتركة ينسبها للاثنين. فأرادنا أن يبدلهما ربهما، لأن في قتل وفي خير الاثنين مع بعض. قل قولي هذا واستغفر الله لكم.